أكد رئيس محكمة تمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد الله البعينين على أن حزمة الخدمات التي تم تطويرها مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لإدارة المحاكم بمتابعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تشكل نقلة نوعية في آلية التقاضي وتيسير الإجراءات التي تتم داخل المحاكم من خلال توفير قنوات إلكترونية للتعامل مع خدمات المحاكم أثناء نظر الدعوى، ما سيسهم في تقليص الزمن اللازم للفصل في الدعاوى القضائية، مشيرا إلى أن أثره سينعكس على تحسن أداء الجهاز القضائي. جاء ذلك خلال الإعلان عن تدشين المرحلة الأولى من مشروع تطوير خدمات المحاكم التي تضم خدمة تقديم وكالة للمحامين، وخدمة تقديم طلبات ذات صلة بالدعوى القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدعوة وخدمات الخبراء وخدمة الاستعلام عن ملف دعوى قضائية. وفي هذا الصدد قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة إنما توليه الوزارة من اهتمام بالغ لدعم التوجه الحكومي لعملية التحول الإلكتروني والاستفادة من ذلك في تطوير خدمات مؤسسات القطاع العام من خلال سعيها لتيسير الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين عبر توفير حزم متكاملة من الخدمات الإلكترونية، موضحا بأنه يتم ذلك من خلال تنفيذ برنامج متكامل يضم مجموعة من المشاريع من ضمنها مشروع تطوير الخدمات لإدارة المحاكم الذي يجري تنفيذه على مرحلتين. من جانبه قال السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن تنفيذ توجيهات القيادة الموقرة الداعية لتطوير الخدمات الحكومية وتقديمها بأعلى مستويات الجودة وتسهيل الاستفادة منها إلكترونيا هي أولوية قصوى تأتي ضمن استراتيجية الهيئة التي تعمل عليها. اليوم بيتم تدشين المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية لأنظمة المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية استطعنا أن احنا نوفر عديد من الخدمات المتعلقة بتقديم الطلبات أونلاين، متعلقة بتبادل المذكرات بين المتقاضين، بتتيح أيضا حتى الخبراء أمام المحاكم أن يقدموا تقاريرهم عن طريق أونلاين بوابة الحكومة الإلكترونية. ليس هذا فحسب، ولكن أيضا انتهينا من أن يكون كل محاضر الجلسات إلكترونية، طريقة الإبلاغ يستطيع أن يكون إلكترونية. نحن في مرحلة في انتظار صدور قانون الذي عدل قانون المرافعات بحيث يسمح بالأثر القانوني لهذه الخدمات أن تكون موجودة. انتهاء المرحلة الأولى سيمهد إلى المرحلة الثانية التي يكون فيها رفع الدعوة إلكترونيا والتي نتوقعها في شهر أكتوبر. أنا بهذه المناسبة سعيد وأريد أن أعبر عن شكري الجزيل لهيئة الحكومة الإلكترونية التي ساعدتنا كثيرا في هذا الموضوع، وهذه المساعدة حقيقة وجدت إسناد كبير أيضا من المجلس الأعلى للقضاء الذين ساهموا في أن يعطونا الفرصة والمساحة الكافية لكي نقدم مثل هذه الخدمات، وتفهم كبير من السادة القضاة في هذا التغيير الحاصل. طبعا أيضا كان هناك تغيير حتى في سبل الإدارة، نتوقع أن مع هذه الخدمات سيكون هناك تقليل في المصروفات بالنسبة للدعوة، سيكون هناك كفاءة أعلى بالنسبة للتعاطي مع القضايا ووقت أقل متطلب في الحسم. اليوم النظام الإلكتروني العالم يتسابق على أن يكون التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني. إحنا جزء من هذا العالم اللي دائما نسابق على أن نكون نقدم أفضل خدمات للمتقاضين، أفضل خدمات للسادة المحامين، حتى تكون اليوم موضوع خدمات المحاكم فيها سهولة في التقاضي، فيها سرعة، فيها كفاءة، أيضا فيها خفض الكلفة الغير مبررة اللي تدفع اليوم في النظام الحالي إلى نظام أفضل، فعالية أفضل من حيث الكلفة، أفضل من حيث خدمة المتقاضين. وهذه أيضا الخدمات اللي قدمت اليوم هي يعني في مرحلة إدارة الدعوة بالمفهوم الواسع، من تقديم الدعوة ومن متابعة هذه كلها ننشدها أنها تكون في مرحلة الثانية، مرحلة اللي يكون إن شاء الله بتتزوج بعد ما ننتهي المرحلة الأولى، نكون إن شاء الله في القريب العاجل مستعدين للمرحلة الثانية إن شاء الله. نفخر اليوم بالشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء من خلال العمل على تطوير إجراءات المحاكم. مثل ما نعرف احنا بدينا في السابق مع الخدمات السهلة اللي هي محاكم التنفيذ،
وأثبتت طبعا نجاحها والسرعة في التقاضي وتقليص الوقت وزيادة عدد القضايا اللي تمت فيها. اليوم طبعا احنا ندشن مرحلة أولى من بقية المحاكم، الهدف طبعا تقليص هذه الإجراءات، أتمتتها قدر المستطاع، إلغاء الإجراءات اللي مو مطلوبة. أحيانا كثير المعلومات تكون موجودة تطلب من الناس، فإلغاء هذه المراحل إذا كانت مو مطلوبة والرجوع عليها من خلال النظام. من خلال طبعا هذه المرحلة من المؤمل إن شاء الله تسريع وتقليل الوقت وتسهيل على الناس. المرحلة الثانية خلال إن شاء الله شهور قليلة، على أمل أن مع بداية السنة القادمة يكون مجمل الخدمات اللي تتم في المحاكم بشكل إلكتروني.